هذه الحلقة من سلسلة رشفات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهي عن الترفيه اللغوي. على بركة الله، وكل عام ونحن وأنتم وبلادنا وولاة أمرنا ولغتنا بخير وعزة وتمكين. وأنتم بصحة وعافية يا دكتور. هل من مقدمة في هذا الموضوع؟ نعم، الرفهنية والبلهنية والرفغنية سعة العيش ورغده، وكذلك الرفاهة والرفاهية والرفغنية. والترفيه هو التنفيس عن النفس، وقال ابن دريد في مقصورته: رفه علي طالما أنصبتني واستبق بعض ماء غصن ملتحى. هل في اللغة العربية ترفيه؟ في اللغة العربية مهيع واسع للترفيه بألفاظها العذبة وببيانها وشعرها وسجعها وطرائفها ونوادرها وفرائدها، فهي مملوءة بذلك زاخرة به. أيضا يا دكتور، هل الدعابة محمودة؟ هذا يومها. نعم، فالدعابة محمودة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لامرأة عجوز: إنه لا يدخل الجنة عجوز. فوقع في نفس المرأة شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يجبر خاطرها ويهدئ من روعها: تلا عليها قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وقال الجاحظ: من كان محبا للدعابة فقد برئ من الكبر. جميل. نعم. العيد فرح وسرور، ما الألفاظ التي تأتي بهذا المعنى في اللغة العربية؟ يقال في اللغة العربية: الفرح والسرور والجذل والحبور والبهجة والاغتباط والبلج. ويقال في العربية: ارتاح للشيء واهتز له وطرب وتهلل وجهه وبرق ثغره ولمعت صفحته وانشرح صدره وأشرق محياه أو جبينه. وفلان يسحب أذيال الغبطة وطار فؤاده فرحا إذا اشتد فرحه، وتدفق السرور في وجهه وافتر ولمع البشر في عينيه. ويقال أيضا في اللغة العربية: إذا تمكن منه الفرح تمكنا قويا استخفه الفرح وأنعشه وماد به. ونحن في يوم فرح، ولكنه فرح شكر بنعمة الله تعالى وبفضله. نعم. وقد جاء في الحديث الصحيح: للصائم فرحتان، فرحة يوم فطره، وهي هذه في هذا اليوم، يوم العيد. والفرح فرحان. نعم. فرح شكر على فضل الله تعالى ورحمته، وفرح أشر وبطر، والأول هو المحمود. الحمد لله. ما الفرق بين الفرح والمرح؟ الفرح والمرح اجتمعا في آية واحدة في قول الله تعالى في سورة غافر: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. الفرح كما ذكرنا يكون محمودا ويكون مذموما، وأما المرح هو أولا أقوى من الفرح ولا يكون إلا في الباطل. نعم. وهل ورد السرور في القرآن الكريم؟ نعم، ورد السرور في القرآن الكريم في سورة البقرة في قوله تعالى: تسر الناظرين. وورد أيضا في سورة الإنسان: ولقاهم نظرة وسرورا، وهذا في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. آمين. وجاء أيضا في سورة الإنشقاق: إنه كان في أهله مسرورا، وكذلك وينقلب إلى أهله مسرورا. فهذه المواضع التي جاء فيها السرور بمشتقاته في القرآن الكريم. ولا نطيل في هذا، الغرض التحية والتهنئة. نعم. وكل عام ونحن وأنتم في خير وبلهنية عيش ورفهنية وطن ورفغنية حياة وتفون ونماء وسعادة وصحة وسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.